الفري والعودة المدرسية. هل قرر التونسي التوجه نحو الفري بمناسبة العودة المدرسية؟ مع العلم أنه قاعدين نشوفوا زادة في أسعار مشطة في محلات بيع الفري، خاصة المحلات اللي على شكل بوتيكات موجودة في عدد من المناطق وولايات الفريب دولوكس، ما يعرف بالفريب دولوكس، ولا أغلى تقريبا من البوتيكات متاع الملابس الجديدة. نحكي في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الفريب بالجملة سيد صاحبي المعلاوي. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد صاحبي. صباح الفل، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينك الكرام على ديوان فهم. شكرا لفضلك، مرحبا بك. مازال التونسي يمشي للفريب ويقبل على الفريب؟ يعني عندكم ارقام في هذا الاتجاه كتجار اليوم، تجار الملابس المستعمله؟ اكيد التونسي ما نجمش يستغنى على الفريب. الفريب موجود راهو مش عام ولا عامين، هذا قرابة 80 عام. الفريب تهلف الثقافة متاع المواطن التونسي. الفريب ولا أبار أنها الأم أو الأب أو حتى أي راجل ولا امرأة باش تهبط تتزوج من الفريب تقول لك أنا نهبط أمام توم باش نتزوج ونشري من الفريب، وفي نفس الوقت نحي شوية ستريس، نحي شوية ضغوطات، نبدل الجو. دونك الفريب راهو ما ينجمش المواطن التونسي يستغنى عليه. هل مازال الفريب يراعي القدرة الشرائية المواطن التونسي؟ بالنسبة للقدرة الشرائية، نحن لاحظنا توا عندنا عودة مدرسية، ونحن عندنا كغرفة وطنية جينا معناها المكالمات من كل سواء من رؤساء غرف جهوية موجودين على كامل تراب الجمهورية، لاحظوا السنة الإقبال إقبال متواضع، إقبال كما نقولوا متوسط أو أقل من المتوسط مقارنة بالسنوات اللي تعدات. معناها أكيد مقارنة بالسنوات اللي تعدات، ونحب نأكد أنه قانون المالية اللي هبط 2023 تأثيره بدينا نشوفه فيه خاصة في العودة المدرسية. أنا وقت اللي يجي في القانون المالية يصير تاكساسيون ويتنزاد الفريب أو يزاد بالك الفريب قرابة 20%، هذا التأثير متاعه باش نشوفوه في شفناه أيضا في الديبيت سيزون في الصيف، وشفناه أيضا في العودة المدرسية. دونك الإقبال حسوه أقل من المتوسط، إقبال معناها ما كانش كما العادة. وتعرف أنت تدهور القدرة الشرائية وخاصة المواطن التونسي يش يعاني، وتوفير المواد الغذائية والأساسية، هذه العوامل بكل تخلي قطاع الفريب أو صاحب المهنة يحس بالنقص في الإقبال، ويحس أن المواطن التونسي معناها عنده معناها أكل قلة الموارد تخليه كما يقولوا حتى كان يقبل على قطعة غالية ولا متوسطة باش يمشي القطعة المرفقة، يقول لك أنا الله مني نكسي صغاري ومع العودة المدرسية. أيضا نلاحظوا حتى الطلاب الطلبة اللي يمشيوا الكليات واللي يتزودوا واللي يمشيوا المحلات معناها ثم تراجع ملحوظ ذاته. تراجع ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة للتوظيفات الجديدة المالية على الفريب. معناها المشكل مش مشكل سلعة سي صاحبي، المشكل ارتفاع في أسعار الشراء. معناها أكيد راهي السلعة الحمد لله تخطيناها الفترة اللي عشناها في الجائحة متاع الكورونا والكوفيد، واللي خلات العديد من المصانع المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية أنهم يغلقوا لفترات معينة. الحمد لله السلعة متوفرة موجودة، لكن العرض موجود لكن الطلب انقص بنسبة 50%. نحب نرجع لأول ما قلت أنت في المداخلة في أول ما بدينا الحديث، قلت معناها عرض وبوتيكات هكا لوكس وكذا. شو بربي راهو نحن 2023 والتونسي كما قلنا راهو ذواق، يحب البريزونتاسيون السمحه، يحب العرض الجيد، هو في عرض وطلب كيف القطاعات بكل. انت تلاحظ انه كما قلنا العديد من المرات العطار الحومه اللي كان فيترينه قديمه وكان كذا حسن، عمل فيترينه مزيانه، عمل ديكوراسيون مزيان، عمل عرض مزيان، خاطر العرض راه عنده دور كبير ياسر في انه يخلي المستهلك يقبل ويشري الحاجه. وايضا العرض اللي يكون جيد وبريزونتاسيون سمحه راه هذا كله يحسن القطاع ويتكلف زاد اون بلوس. اكيد يتكلف. شو اذا باش يتكلف، تعرف انت كما قلنا راه التونسي يحب الحاجه الباهيه ويحب البريزونتاسيون الباهيه.
دونك راهو القطاع الافريقي كيف وكيف القطاعات الكل، نحن العقليه تبدلت. حتى كان تلاحظ انت معامل يقول لك يا خويا راهو الموضه تتبدل من عام لعام، ثم اقبال على شواء معين راهو يتبدل من عام لعام، كيف وكيف العرض وكيف الحوانت اللي تحب تعمل عرض مزيان ياسر وديكوراسيون مزيانه. ولكن الاسعار اللي تبيع بها المحلات هذيا معقوله سي صاحبي؟ انه اليوم تلقى صبات اللي هو ممنوع بالاساس في القانون التونسي فيه نسبه معينه وغيره، يتباع صبادري ب 200 و300 دينار اليوم في فريب، ساك يتباع ب 150 200 250 دينار، الحاجه هذيا معقوله اليوم في قطاع ملابس مستعمله؟ شو انا لا 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 انا ما نحبش نتكلم ممكن على تاجر هكا يعرض كما هذايا على غيره، لكن انا نقول راهو الفريب فيه في شواء، فيه الحاجه الباهيه اكيد باش تكون غاليه، فيه الحاجه المتوسطه او فيه الحاجه الخايبه. راهو كي باش ياخذ تاجر او تاجر جمله او حتى تاجر تفصيل باش يتزود من الفريب، راهو باش ياخذ الثلاثه حاجات هذم، دونك راهو باش يخسر في الحاجه الخايبه وباش يعوض الربح نتاعو في الحاجه الباهيه، دونك الباهي راهو قليل والمتوسط ياسر والخايب برشا، باش يعوض عليه هو اكيد عنده راس مال وعنده حاجات اللي تخليه انه يبيع بالسوم هكا، كيلك سوا الكرام نتاعو، الخدامه نتاعو، حاجياته، هذه كلها باش يغطيها، لكن نحن من دورنا كغرفه وطنيه نعطيو نداء لكل تجار التفصيل وتجار الجمله باش يراعيوا جايب المواطن التونسي خاصه في العوده المدرسيه، وراعيوا النسبه اللي تولات نسبه العائلات الفقيره معناها ارتفعت النسبه، لكن نحن من دورنا ماذا بينا قطاع اللي هو قطاع الفريب واللي هو تشرف عليه برمي الوزارات اللي تشرف على قطاع الفريب، هي اهم وزاره واللي هي وزاره الشؤون الاجتماعيه، لانه قطاع ذو طابع اجتماعي، من دورنا نداء لكل تجار التفصيل يراعيوا العوده المدرسيه ويخفضوا في الاسعار حتى يتسنى لكل اب وام باش ترجع صغيراتها يقراوا في ظروف حسنه ويعديوا سنه دراسيه ممتازه. شكرا لفضلك سيد صاحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الفريب بالجملة، شكرا لك على جملة التفاصيل اللي قدمتها، إن شاء الله عودة مدرسية مكللة بالنجاح لجميع التلاميذ والطلبة، ورب يكون في عون العودة للعائلة التونسية. الحقيقة الأسعار مشطة ومشطة جدا. منك نسمع، منك نسمع.